يتكدس حوالي 2000 مهاجر أتوا من هايتي وكوبا وأيضا من إفريقيا وآسيا في مراكز إيواء في قرية لابينيتا في جنوب بنما، بعدما عبروا غابة داريان في رحلة محفوفة بالمخاطر على الحدود مع كولومبيا في انتظار مواصلة الترحال نحو الولايات المتحدة. أفضل القيام بهذه الرحلة 300 مرة ولا العيش في ظل نظام شيوعي. وفي هذه المنطقة التي تقطنها أكثرية من مجموعات السكان الأصليين، تحاول السلطات معالجة الوضع من خلال زيادة أعداد مراكز الإيواء وإطلاق برامج تلقيح، غير أن تدفق الوافدين من الغابة لا يتوقف. وبحسب شرطة بنما، يتجمع المهاجرون والهاربون من الفقر والاضطهاد السياسي ونقص العمل وتبعات التغير المناخي في بلدانهم، أحياناً ضمن عائلات برمتها، للعبور في هذه الرحلة الخطرة التي قد تستمر شهراً. وخلال الأشهر 18 الأخيرة، أوقفت السلطات في بنما حوالي 50 شخصاً بتهمة الضلوع في عمليات تهريب للمهاجرين،